هنا 300-250 يطي حسب قوله يعني ويا طب هاي جو الجسر مال النهضة. هاي هنا الطباخات عنده من 100 لـ 200 ألف. شوف هذا 60 هذا 60 شوف هذا هنا هذا كله جوا جسر النهضة. حتى بالأيام العادية تلقوهم عندك هذا هم 60 وهاي مالته زين عنده شوف عنده هذا عنده هذا عنده هذا لبصفة عنده ذن ستينات عنده هذا بس هذا مو شي مو نظيف عنده ذن همين على 100 ألف هذا على 100 ألف دينار وعندهم هذا الميز هم على 100 ألف هذا على 40 ورقة هذا ميز وش كم كرسي ويا هذا؟ هذا ويا 10 كراس هذني كراسية وذني همين بـ40 ورقة بس شي تكمل مع شركة الاتصالات حتى الميز مالته يعني بكهرباء هذا التخم على 400 ألف هذا تركي وهذا الميز مطعم هذا الميز على 160 وعنده هذا هم على 400 ألف يجي بس كرسيين ودني بس كرسيين هذا يجي يعني مال غرف صغيره ها مال غرف صغيره هذا 125 وذاك 75 ألف هذا على 400 ألف تركي كامل دني على 600 ها دني على 350 هنا الاخ اي ديوان عنده ب 350 هاي ب 350 ألف هذا هم بصفه هم على 350 ألف هاي هنا هم عنده ب 350 ألف هو الولد يقول اي ديوان تلقونه ب 350 ألف شوف هذا ب 350 ألف هذا هم لون جميع الألوان تلقوها عدة هذا على 275 ألف الطعام نهايته 350 ألف بس كلش ضخم هذا يجي 6 كراس بس ضخم وثقيل 100 و160 من 100 ألف لـ160 200 ألف هاي الميوزة هاي يقول تركي هاي نوعيات عندك هذا بـ60 وهذا بـ70 وكو عندي بـ80 ذاك الكبير 60 و70 وبـ80 ذن الحديد وكو عندي بـ55 و45 وهاي بيش هذا 130 هاي 130 ألف فانات كاملة أمام علاق هاي همين بالنسبة للميوزة والكراس الكراسة عنده من 60 وانت صاعد وكو هم نازل هاي بالنسبة هم للكراس أنواع وأشكال تني شرابي على 35 ألف
على 35,000. أي شرباية 35 جوة الجسر مال النهضة هاي الميوز على 140 وعلى 160,000. هاي الميوز هذا 135,000. هاي فاترينة جام على 90,000. على 90,000 هاي الفاترينة. هاي عنده من 45 ل110. هذا اربع بوق. هاي هنا كله بالتشيس. شوفاتكم هذا 505. عنده هذا ب80,000 وعنده هاي النوعية الثقيلة 100,000. هاي طابقين وهاي ب60,000. ديكا كانت أغلى. هاي كلها يمعل المياحي ما شاء الله. ميوزة لوكرات شرابي زين أرفوف شو تريدون تلقون عنده. فاترينات كل شيء عنده. هاي هنا يم سجاد تقريبا كل اللي تخومه على 60,000 جوا الجسر يم المحطة مقابل المحطة. شوف هاي على 600,000. هاي الميوزة من 250 ل225,000. هاي ميوزة الطعام. هاي كله يم سجاد تلقونه جوا جسر النهضة. هذا الزغير من 225,000. هذا هنا يجي غير لون. هذا 150,000 انباع طبعا هو بالعافية على الفدا. سعره 150,000. هاي هنا على 30,000. هاي على 30,000. هاي يم علاوي الدراجي قريب على محطة الوقود. وهاي الصوبات هاي الصوبات هم على 30,000. دني هم على 30,000. الصوبات كله شغال ودرجة أولى وانتم تعرفوها بعد الأشتار. عند هاي المواعين على 1,000 دينار. عند دني على 1,500. شو معون حلو 1,500. هذا على 5,000 البايركس. وهذا على 2,000 دينار. طبعا هذا ابو فاطمة عنده من 1,000 ل3,000 دينار. هذا اختصاصه هاي الشغلة. هاي بالنسبة للمواعين. عند دني على 50,000. هذا يجيب 50 مربعات. هذا على 13 والجول على 10,000 دينار. هذا 75. هذا 30. 30. هذا على 50. على 50 ولا بصفة؟ نفس السعر. نفس السعر. وهذا الجك ب 75,000. هذا الأصفر على 30,000. وهذا ب 25,000. هاي النفخ 25,000. هاي على 45,000 مال قهوة بالكارتون. هاي مكسارة ومعصارة وهاي بشغلة واحدة 45,000. وهاي هم ب 45,000.
هذا ب 35 و 25 ألف. هذا شحن وجديد وبالكارتون. ندنا على 20 ودنا بدون بطارية. هل موجود على 7000 دينار. هاي الطبلات على 30 ألف. هاي ب 30 والحمرة. الحمرة هاي 20 وبيها. 20 وبيها مجال. وهاي. هاي 15. 15 والفوق. 20 ألف. هاي ألماني. إيه. ألماني 60 ألف. وهاي. 25 ألف. وهذا الروبن. روبن هذا ياباني. 50 ألف. 50 ألف ياباني على الشغل. هاي على 20 ألف. هاي الدفاية 20 ألف. عند دني على 65 ألف. هاي الغسالات 65 ألف. هاي على 70 ألف. واللي بصف هديج 65 ألف. وهاي 75 ألف. هاي 125 ألف الحجم الكبير. هاي السامسونج 100 ألف. هاي على 70 ألف. هاي 125 ألف. بس شغلاتهم نظيفة. هاي الحافظ. وهاي الحمرة. والحمرة 75 ألف. عند ذني على 65 ألف. هذا بداية سوق النهضة على يدكم اليسرى. أول ما تدخلون